نبداو الفيلم ديالنا مع فان دام اللي كان مسيطر في التسعينات وبداية ديال الألفين. كانت الأفلام ديالو واعرة بزاف، واليوم جيت نشارك معكم واحد الفيلم اللي تفرجت فيه في الفي سي دي. قصة الفيلم من بعد ما انتشر الطاعون ومشى ذاك العالم اللي كان عارفه ودمر العالم كامل، وبداو العلماء كيصوبوا الدواء. فعلا صوبوه، ولكن مازال محتاجين معلومات من واحد المدينة. تطوعت واحد طبيبة وضحات بحياتها باش توصل الدواء لأطلانتا. كان معها واحد العسكري باش يحميها. تعرضوا لهم عصابة ديال فيندر وضربوا العسكري وقال لها هربي وقلبي على شي واحد يحميك وانا غادي نحاول نعطلهم. مشات هي ودا هو كيتضارب مع العصابة اللي قتلوه واختنا بغات قبة، ولكن لقاوها هو يبان فاندا في الدور جيبس. اتقها منهم وقال ليه وصلني لأتلانتا وقال تراه انا هي العلاج ديال الطاعون. وجات العصابة وبدات كتيري عليهم وضربوا جيبسون. وجا فيندر عند الطبيبة وقال لها انا اللي غنوصلك لأتلانتا، ودبر على باطو وتما وغادين لأتلانتا. وانا ناض جيبسون اللي باقي حي وبدا كيفكر اشنو يدير، وحس بشي واحد حاضيه وضربه وكانت بنت، وبقى جالس حداها حتى تفيق. وبدا كيتفكر العائلة اللي كان خدام عندهم باش يوصلهم لبلاصة امينة. وجا عنده فيندر والعصابة ديالو وقتلوهم، ولكن جيبسون كتاب ليه عمر جديد وناضت البنت وقالت ليه اسمح ليا واش ما غاديش تعتق الطبيبة من فيندر. قال ليها لا، فيندر أسوأ من الطاعون. قالت ليه بغيت نعاونك، قال ليها لا. وكيتفكر الناس اللي مشى باش ينقذهم استأجروه باش يحميهم وعجبوا الحال معهم وبقى معهم. مشى جيبسون عند واحد صاحبه اللي قال ليه راه كاينه طريق مختصره وسريعه سرع من البحر وتقدر توصل بكري لفيندر وتنتقم منه. مشاو من ديك الطريق، جيبسون حس بالناس مراقبينه، قال للبنت وقفي، وهو دخل الغابه وبدا كيقتل في العصابه. والبنت طلعت لواحد دار مهجوره وهما يدوروا بها للرجال ديال العصابه، كانوا باغين يتعدوا عليها. وهو يوصل عندهم جيبسون وبدا كيشرشم فيهم، هجم عليه واحد خونة طلع عليه موس من الصباط وقتلو. والبنت ضربت واحد فيهم وقتلت الاخر. وصلوا للبحر باش يتسناو فيندر وقالت ليه عاوني باش نقضيو على الطاعون. قال لها لا نقدر على داكشي راسي. وبدا كيتفكر مراته وكيفاش وقع عليهم البلان حتى وصلوا عليهم فيندر والعصابة ديالو. وهو ينوض من الناس، طبيبة كانت في الباطو وكتفكر من التطوعات باش تولي آلة وما تبقاش إنسانة، هادشي كامل باش تعتق العالم من الحالة اللي فيها. في الصباح وصل فيندر ووقفوا حدا واحد لوزين وهما يشوفوا جيبسون والبنت اللي حتى هو حس بيهم وقال البنت ما تحركيش من بلاستك، ولكن هي راسها قاسح وشدوها. وبدا جيبسون كيتضارب معهم، فاش كان شاد واحد منهم كيطحن فيه جاء واحد اخر ضربه وطاحت به الحديدة، وبغى يضربه خونا بالسيف وهو يهرس الحديدة وطاح في الارض. هجموا عليه العصابة وبدا كيخلط فيهم واحد واحد. فيندر كان واقف والبنت حداه، تما غادي جيبسون عنده مباشرة، طلع ليه واحد اخر فاش بغى يقتلو تيرا فيه فيندر، وهما يبداو يبانو العصابة كاملين. عرف راسو ما غادي ياكل معهم والو. شاف هايلي اللي كانت معاه مع العائلة اللي كانوا عايشين مجموعين، لا حموس على فيندر وعلق وتبعوه العصابة. جاب ليهم العرضة وهو رجع عند الطبيبة والبنت، قال الطبيبة يلاه. قالت ليه لا، انت ما تقدرش عليهم، انت ما تقدرش على فيندر، وانا غنديه معايا تما نقدروا نقتلوه. وهرب جيبسون مني شافوه العصابة وتبعوه العصابة اللي ناويين يتهناو منه، وتخبى حتى جا واحد خونا من العصابة وقتلو وخرج هو والبنت. استراحوا شوية هما يسمعوا الغوات، عرفوهم قربوا ليهم وقال ليها هربي وكان خايف عليها، وتجريوا وتقولوا مجرينا. والعصابة تخرجوا واحد تابع الاخر وبقاو كيجريوا حتى عياو. واحد من العصابة شد جيبسون وبدا كيتقاتل معاه، وجيبسون بان عليه العيا والبنت حتى هي شداتها وحده.
وبداو كيضاربوا. قطعت ليها يديها وخطنا ضربتها بيدها المقطوعة، وغيبسون سال مع خونا ولكن جمعوا عليه العصابة والكترة كتغلب الشجاعة. حاول معاهم والو، هو يجي فيندر قال ليه يلاه نوض وبين ليا، وغيبسون عيا بزاف يلاه كيجر في رجليه وشدوه طلبوه على خشبة وخلوه. هالي بقات كتشوف فيه هو يعيط ليها فيندر، وبدا غيبسون كيتفكر مراته كيفاش كانوا عايشين مزيان وعزوا عليه الدراري بحال ولادو. ما بقاش كيتقاتل على قبلهم، حس بالله ولات عنده عائلة. حتى النهار اللي طلع عليهم فيه فيندر وربطهم في الدلو وعطى لهالي سلك مشوك وقال لها حياتهم بين يديك، وانتي لا بغيتهم يعيشوا شدي السلك مزيان، خفتي على يديك طلقي السلك. وبدات شادة السلك وكتبكي من الآلام، وغيبسون كيتفكر هو طالع لي الدم وطاحوا في البير وهو بقى حي وطلع من البير وفاق وهو منيرفي، وبدا كيضرب في العمود وبقى كيضرب حتى تهرسه وطاح. ويجي عنده البنت قالت ليه راه قلت لك غتحتاجني وعتقاته. فيندر والعصابة كانوا مازالين غادي لأتلانتا ما بين الغابات. غيبسون برا بدا كيستعد للمواجهة الأخيرة مع فين، وجاو العصابة كان واجد ليهم غيبسون صيفط ليهم سهم كتحدي ليهم، كلهم زوا سلاحاتهم. قال ليهم فيندر هجموا عليه، شدهم غيبسون نضاهم كان واجد ليهم، كان واحد بيضربوا بسهم وهي تشدوا الطبيبة، وجات البنت وعاونتها، وجا واحد بونا داك يضرب فيه ولاحو على العافية. وفيندر حيد حويجو واستعد لغيبسون وبداو كيتقاتلو. فيندر لاح غيبسون على طنوبيل وداك يضربو بالباب ديالها، كان غيقتلو وهي تقول ليه هالي حبس وطلع عليه الدم وبغى يقتلها. هو يضربو غيبسون وجات البنت بغات تعاون وقتلها فيندر. غيبسون طلع عليه الدم وناد ليه وبدا كيضرب فيه، وجر عليه فيندر بالموس وشدوا ليه وضربوا ليه في يدو وخشى ليه الموس في كرشو وانتقم منه، ولكن فيندر حل مش ناد عاود تاني خنق غيبسون. غيبسون ناد ليه ولاحو على واحد الكروشي ومشى شاف البنت اللي ماتت اللي كانت باغا تقضي على الطاعون، وكمل غيبس مهمة اللي كانت باغا البنت ووصل الطبيبة لأتلانتا والمكان العلماء ومشى هو وهالي. وهنا نكونوا سالينا أحد أروع الأفلام. تمنى يعجبكم، ولا عجبكم دير لايك واشترك في القناة وطلعوا.